الآن يا شباب سوف نجمع النقود. كما ترون أمامي كمية ضخمة من النقود، لكن أمامي عصابة يلزمنا نتجاوزها يا شباب. يلا المهمة علينا، يلا نبدأ بالتخلص في الأول. سوف يضربوا، لكن لاحظوا البوزيشن يا شباب شكله جاي. خذ للفوق. نعم يا شباب، التالي التالي، تعال تعال اقترب مني، سوف نضربه بالخصر يا شباب. أوكي تمام، لم أكن أدري أن الخصر ينفع، سوف مهارة الخصر. الآن يا شباب هذه المرحلة عبارة عن باركور، كيف سوف نتجاوز هذه المرحلة؟ سوف ندخل في وسط هذه الدائرة هكذا. أوبا لا بليز ادخل. نعم يا شباب دخلنا، أمامي كرة حديدية، كيف سوف نتجاوزها؟ ننتظرها تفوت وبعدها هكذا يا شباب. نعم نسوي شقلب أمامية ووصلنا. أمامي واحد من أفراد العصابة، مهارة يوما كويس. أي شنو؟ سوف أكرر يا شباب، الآن يلزم الضربة تأتي في الفم. خذ ليش جاءت في المضرب، يلزم في الفم. الآن تي 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 خذ. نعم شباب جبنا هلا في الفوم، والآن جمعنا النقود. ايزي هذه اللعبة، ايزي، حاولوا تصعبوا لي، حاولوا. لتحميل هذه اللعبة سوف أضع لكم رابطها مثبت في أول تعليق.